انساك وانسى. مات مننا اولاد، انما كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. ابوك خد سنين علشان يشوف. كنت مغفل. ايوه حكينا بالعيان. عيان مين يا استاذ؟ عايز بقى انك مخلف كل دولة تبقى عيان. عيان مين؟ تعمل المعروف يا حميد، اديني المفتاح. اهو من دي ناخد المفتاح. يا قاتل يا قاتل يا سارق قلوب العذارى. مساء الخير على حضراتكم جميعا، ونجم جديد من نجوم زمن الفن الجميل. النهاردة معانا رمز الأناقة والحيوية والأنوثة. وجودها في أي فيلم قادر يغير مودك 180 درجة ويخليك تعيش الحياة بلون مختلف. سموها سندريلا، وهي سندريلا من خفتها وخفة دمها. معانا النهاردة الفنانة سعاد حسني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك ميرسي. ليك 82 فيلم حبيناهم كلهم وحبيناك فيهم، مش بس كمصريين، يمكن في الوطن العربي كله. فكنا عايزين نعرف رأي حضرتك في السينما دلوقتي. السينما هتفضل جميلة طول ما احنا محافظين على روحنا المصرية، وطول ما احنا فاهمين ان السينما ما هي الا مجرد انعكاس الواقع. طب واذا كان الواقع مؤسف، فهل ينفع السينما تبرز الواقع ده؟ الفن زي العجينة، تقدر تشكله زي ما انت عاوز، بس المهم تفضل محافظ على سر الخلطة اللي هي تنفع تناسب كل الأسرة. مظبوط. طيب حضرتك تفتكري ايه اللي يفرق الزمن القديم عن الزمن الجديد؟ اكيد في فروقات كتير، بس الفن الحقيقي مهما عدت عليه السنين مش بيقدم، بالعكس بيفضل ذاكره حلوه في قلوب الناس. الستات النكديه بتحب تنصحيهم بايه؟ انصحهم بان الحياه بتتعيش مره واحده بس، بلاش تنكدوا على نفسكم وما تنكدوش على حواليكم. طيب وبالنسبة للستات كمان مؤخرا بقت بتحب الرجالة اللي بيتقالوا، فهل المفروض نسأل؟ يعني بيتقالوش قوي برضو، البنات بتكون دلوعة، بتكون إنسان رقيقة، هي بس بتكون عاوزة اللي يتعامل معها بلطافة وبرقة. طيب تفتكر ياسمين صبري ممكن تاخد مكان السندريلا؟ أي حد ممكن ياخد مكان السندريلا، ولو ركز على نفسه كمان ممكن يبقى أحسن. لا أنا مختلف معك في دي، متهيألي ما جاش ولا هيجي زي السندريلا. بكرة هيجي، مصر ولادها يا سيدي. المهم ياخدوا بالهم كويس من كل شيء حواليهم، هي دي رسالة الفنان، إنه يفرح كل الناس. مظبوط. نشكر الفنانة سعاد حسني، اتبسطنا جدا باللقاء مع حضرتك، شكرا. ميرسي. استنونا في حلقة جديدة مع نجم جديد من برنامج زمن الفن الجميل. شكرا.